والمرهم ما بشرب كلش، واصل التاسع وجاهل ما قابل ينزل. ما ادري من وصل له خبر راح ينزل بالعراق. هي المرأة ما دام محروق دمها يعني خلاص الابن جاي بالعراق. المشكلة هو ما قابل ينزل وانا ما قادر انزل اشوف اهلي. وتالي شلون؟ هو رحنا للطبيبة. طيب قالت جاي بالعرض الطفل. بالعرض شنو؟ بالعرض يعني ما يجي الا بعملية قيصرية. هو هذا الظهر قدر العراقي، يجي للدنيا بعملية ويطلع من عندها بعملية انتحارية. زين شو وقت المفروض يسوون العملية؟ انتحارية؟ لا عملية المرأة. نتصل عندي فلوس، لأنه الدكتورة حضرتها تقول ما يصير تسوون العملية بالحكومي، لازم بالخاص. سلس انتظر الراتب العشي تسوي. الراتب مستلمه من زمان. هاي شنو؟ شو وقت؟ استلمت ربع من عنده من أبو المحل جوارينا. شكر ودهن وبيض وشامبو وما أعرف شنو ورصيد، هاي كلها بالدين هذا. زين. أي وربع استلمته من الوالدة، وربع داينته من أخوي. وربع داينته من عندك تتذكر عام قصة الولد مال المدرسة. استلمته كله، إن شاء الله يوم لينك إن شاء الله بتستلم حبيبي. على هاي حشايتك، أنا مستلمه قبل سنة. والله العظيم والله سب، ما تشوفني أنا 24 ساعة أديك بكت والله انتقل لهذا السجن اللي فتحوه بمحافظتنا. الله كريم، الله كريم. إي والله، خلينا نخابر المرة. خابر. مرخصتك حبيبي. حبيبي براحتك. يلا، هم انتظار. هم انتظار الخاطر الله، هاي قضيت حياتي بس انتظار. انتظر راتب، لو انتظر هسه مكالمتك، ويا من تحكين ما تقولي لي ويا من تحكين الخاطر الله. هسه قاعد تحكي ويا امها. وامها تنعادلها الحكاية خمس مرات، يلا تسمح يا تركب تاكسي وتروح لها اصرف لي والله. لا حول الله بلكت. يا الله يا الله. الو. ويامن ويامن كنت تحكين بس قليلي ويامن اكيد ويامن خلصت الرصيد. لا لا دا احكي بالواتساب. واتساب ويطلع لي انتظار شو شافتني زوج اوه هم خلص الراحه ولله يعني بدنا خالص الرصيد والشحن يخلص. لا حول ولا قوه الا بالله. الواحد شلون يعيش في البلد هذا ما ادري والله العظيم. ليش ما عندك شحن؟ بعد كهرباء تروح وتجي وتروح وتجي وتروح وتجي. بعد ما تقول لي امتى اقدر اشحن تليفون مالتي. يوم لا شو هسه عندك تليفونك ما شاء الله كلش مشحون مو مثلي والله. اي والله ابو قتاده يعني ما شحن شنو؟ هذا التليفون منين لك؟ خابر مرتك ولا تلح؟ لا والنب النب خال علم داعش بعد الوكح الصلف على الاقل غيره. والنغمه شنو ان شاء الله؟ صليل الصوارم. يلا بعد شو نسوي؟ المضطر يركب الصعب. خبر من ورا داعش. هاي منو ذولا؟ هذا بالنت راح يشيل لي راوتر والعامل ما سبالت. نت وسبالت؟ انت شنو محول بشقه جديده؟ خابر احمد خابر. خابر عمي ايش ما خابر؟ بس عود لا تنساني بالباسورد الله يخليك. الو. الو ايش حالاتك؟ الرقم الغريب تجاوبينه بسرعه اسرع من تليفوني تجاوبينه. ها احمد هاي انت؟ اي انا. بعدين هذا رقم منو؟ لا هذا تليفون واحد ارهابي مسجون. حسب عيني شلون تخابرين من رقم واحد ارهابي؟ وليش خايفه؟ انتوا اثنينكم صنف، انتوا اثنينكم ارهابيين، بس انت قطاع خاص وهو قطاع عام. بعدين تعال قل لي هو مو مسجون، منين جاب التليفون؟ بالله غير حارس انت. هو انا لا رابط بيتي ولا رابط السجن، هسه عوفينا من هاي السالفه، ايش قالت لك الدكتوره؟ الدكتوره قالت لي لازم نسويها بالخاص لان الحكومي بيجار ثومه، واذا جبنا الطفل بيها يتسمم. الجراثيم هاي انا، عايشه من الجراثيم وكل شيء ما صار بيها والله. ما لي علاقه، تروح تجيب لي فلوس العمليه حتى لو تعرف تداين. يلا يلا مع السلامه مع السلامه، مع السلامه هذا جاني اتصال جاني. اقول لك هاك باو ها. هذا واحد اسمه ابو دجانه مخابر عليك. الله لي يستر من هالاتصال، كم واحد راح ينذبح من وراه؟ لا هاي هرو والله، وحده كلش كافي. ها سيدي وحده؟ بعدين شنو هاي؟ انت مو لابس جعبه، ليش خالي المسدس هيك؟ ها سيدي مو نروح لابو الاسواق انزعها، بيش فيك؟ ها بالمسدس. بالمسدس. تفضل ايش رايد؟ سيدي احكي بابا ايش رايد؟ مرتي تريد تجيب. ها اي. لحظة اصبر لي
الو ملازمه والعادل حبيبي حضر لي طشه مي حار واربع خاوليات قيصريه لو طبيعيه تريدها والله على وا طبيعيه لان القيصريه بعيد عنك ما ينصحون بها لا انا كله طبيعي لك بابا ايش علي امرتك تجيب شنو علاقتك بالموضوع ها لا مو تريد تجيب عمليه ومستشفى اهلي اي بس انت ايش تريد تريد اجازه تروح يمها ولا تريد فلوس والله لو اثنين اثنين شنو اجازه ممنوعه ماكو انت تعرف حراس ما عندنا طبعا ماكو حراس من قد اللي جايز المطيهم بفلوس شنو لا قصدي صدق ماكو حراس يعني اصلا حتى ما حد جاي يجيب المسواك حتى مفكر ندز واحد من السجن يتسوق لنا الفلوس ايش تسوي بهن يا ابي ها اخذهم منك واعطيهن لك رشوه وتنزلني شلون قصدي اخذهن العمليه هي محتاجين مليونين مليونين ما عندي يعني يا ريت حتى يعتبرها سلفه من راتبي لك يا سلفه من راتبك هو انت راتبك خلصان قبل ما تستلم يا راتب هو زين اوكي اعطيك فلوس وانزل اجازه يا اخي هسه انت كبرت بعيني يعني غير تفهمني الحكي هذا من الاول حكي نظيف صحيح صريح هسه انا اجازه بس يا ريت لو بالدين زين يصير انا اوقفك بالاقساط مش طلع برا لك بشي جاي جاهزة بالدين زين برا كلش برا السجن لو لا لا برا هنا بالممر قدام عيني لا إله إلا الله ها بشر بشر لا إجازة ولا فلوس وهن مليونين دينار من يجيبن ما أدري وشنو الحل ماكو حل أنا أقول لك إلا أنا وأنت وتشوفنا بعد كم منتسب نسوي سلفة بس ها أنا استلم الأول يقول لك كم منتسب غير بالدارة بس أنا وياك هاي والله صح لا انا وياك نسوي سلفه وانا استلم الاول علي ما نقول دايني وفضها خلاص دايني منين لي هو انا كرو ما عندي ارجع للبيت دمشي يمشي هلو غير حراس احمد تعال ابو قتاده ها ما انا قصدتك مليونين دينار هاك لا هنا ولا تنبين 3 ملايين شنو هاي ابو قتاده فلوس ومساع نقال وسبلت انتم من جيبكم هاي السوالف يمكن حتى سلاح عندكم جوا خذ واسكت انت محتاج فلوس اي والله محتاج فلوس محتاج اروح اشوف اهلي زين انت ليش تعطيني فلوس اصلا انتم ما بيكم خوش ادمي هذا سجن كل احنا مشتري بفلوسنا وانت بعدك الحامي جيناك بالعين ولغاتي ما فات فلو تاخذ هاي الفلوس وتصير آدمي لو ما تاخذهن على مود نعرف شلون نصرف وياك شو هذا الحكي خوف انا ما انكر محتاج انذني الفلوس بس ما كنت حاط ببالي يعني اقول لك لا الله يخليك لا تورطني الله يخليك لا تعال 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 هاي شطيته قول هو شطاني دربية محتاج مليونين اعطاني 3 ملايين والله اعطاني فلوس ودبيت عليه ومساء اعطاني تليفون طلع عنده تليفون تعال هذا منو هذا ابو الدليفري يجي هم دليفري ودخلوا لهم راوتر واصلين كلش واصلين احمد شمتاني عليهم بلغ وتشف فشار بلغ تجي صدق انت والله يسجني بالله ستلقى عنده جوا زنزانة لا 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 حبي ما بلغ ما وعد انت ما تبلغ انا ابلغ استر على روحك شو تبلغ والله هذا ابو قتاده بالله يطق راسك بالسيف الصبح هيك بساحه السجن قدام عين مدير عيوننا كلنا واحنا ما نحكي ترى والله اقلك واصلين كلش واصلين استر على روحك شو الحيره هسه شو اسوي زين خذ الفلوس وتشف فشار لا ما استلم ضاوع ترى ذاته ما اخذتهن انا اخذهن شنو؟ دمشي معروف دمشي احنا قدهم ياخذهن النوب لو يجي الريل ما انقلك لو يستقر العراق ما انقلك لا دخيلك سيدي الله يخليك دخيلك والله دخيلي شنو على النقل؟ لا تربط نقلتي باستقرار العراق اذا ربطتها معناها ما انقل ما عندي امل كلش حبيبي نقل ماكو انت لازم يمي مكان 10 على الراس يا سيدي بسمعني الله يخليك انت ما شايف السجن راح ننقله شنو اسمه؟ لك بابا انا شنو علاقه باسمه؟ ما بدي اعرف اسمه اصلا متى النقل؟ لا سيدي عليك الله خليني اقول لك شنو اسمه؟ اقول لك انت ليش محسسني احنا اولياء امور وجاي ننقلب لنا لغير مدرسه؟ ما بدي اعرف اسمه ومتى النقل؟ زين عندي طلب. تطيع عين تكثر طلباته، هس كل ساعه طلب. ليش هو انت نفذتهن؟ من الصبح اطلب منك ما نفذتني واحد. اي بس انت لا تطلب. احكي شنو الطلب مالتك؟ ادي اصير ارهابي. ها
اي نعم. تريد تفجر وتهجر وتعد العالم؟ لا 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 لا، اريد اصير ارهابي بس جوا السجن، اريد اعيش وياهم، انت شايفهم شلون عايشين؟ والله احسن من عندي. لك بابا انت من كل عقلك تصير ارهابي؟ شلون؟ يراد لها فلوس. فلوس؟ طبعا، هذول التليفون يدخلهم بفلوس، الاكل بفلوس، المواجهه بفلوس، انت منين لك انت منتف فلوس؟ اجازه ما عندك. مش اطلع برا. زين ارهابي بدين. مشي لك مشي تي. ما اكل اكل. ولو زاحمناكم بس ما نسوي. تعال احمد لا تشوف ها ابو قتاده ايش رايد اليوم راح اجي القرار من نقل مالتك حتى نحكي صديق يعني تنقلوني هشكل تنقلوني بلا فلوس بلا رشاوي بلا هذا سجل اللي تريده انت مال الضوء في اخر النفق سجن الضوء في اخر النفق اي هو اسمه كان روايه مو سجن يعني وقف لحظه حتى المدير ما سمع اسمه من عندي منين عرفت انه هذا سجن اريد انتقل له اعرف كل تفاصيل حياتك لك احمد مبروك الف مبروك حبيبي مرتي جابت اكيد غير لا لك نخلوك نخلوك لهذا السجن اسمه النفق الضوء الضوء في اخر النفق الضوء في اخر النفق لك حبيبي الف مبروك الف مبروك لك والله اكيد متاكد طبعا هسه كنت يم المدير وهذا من هذا اللي نقل أمي كل شيء من يروح لا ونحرسهم مصدقين يقدرون والله احنا المساجين مو انتم حجي هالكشمش شنو الموضوع؟ يما الكشمش حتى بالشاي حطته كافي؟ شو القضية يما؟ قولوا يلا نعمة الله هاي يم زين ما عندك قهوة كان نزلت نرقيلة كشمش ونعناع ما تناوشيني سكينة؟ أريد أقطع هاي البرتقالة ليش ما أعطيك عبوة تخليها جوا البرتقالة حتى تتقطع زين؟ كافي كافي حتى على الأكل استهدوا بالرحمن وكلوا ليش هو هذا الوجه القبالي يخلي الواحد ياكل؟ والله حجي أنا هم لعبان نفسي من الوجه القبالي وليداتي كافي ما يصير هالشكل يعني احنا افتهمنا كل واحد بحزب بس انتم اخوه بنفس البيت قاعد تقول لي له قول لي احكي على تاج راسي يا تحكي على ابوك يما يا ابوي حجي يا ابوي احكي صدق كذب وسام انا عبالي حاكي على ابوك عليك انت الكبير هو منو ما احكي عليه قابل بن شيخ عفريت يا حتى انت فكرت يعني ما يصير ابوكم ما له جاهتكم ولكم تتعاركون على ناس ما يدرون بيكم عدلين لو ميتين قولي لي اليوم راح تنور حياطين بيتنا يا علم وين علقك يا الحبيب وبيدي احجز للسفر الله ايش راح يصير بالحياط اليوم ها ايش اسوي داعلك صوره تاج راسك لا ماكو هيك حكي انا هم داعلك صوره تاج راسك وهذا العرش بيسوي حتى تعلق صورته ببيتنا اسمع ليك كافي تتجاوز ما خليك تعلقها لو على جثتي بابا من الاخير لا انت تعلق ولا انا اعلق ها هي خلص متفقين يلا ولي ادري شنو القميص ايش كبره صاير ثاني سمنيت هذا صغار
لك هاي شمرني بطريقك. اشمرك؟ اي والله اتمنى اكتلك واصعدك بسياره واشمرك بطريقي. افتح افتح الباب. وين وين رايح؟ رايح الكراده. انا ما رايح الكراده. ها جماعتك شالوا. اي طبعا من قد الفلوس اللي جاي تبوقوها شفتوا الكراده. افتح الباب افتح. ما اصعدك بابا. شنو كيفك؟ وسام ترى هاي سياره ابويا. اي وانا ورثتها. ورثتها شنو انا بالجيران غير ابنه؟ ما له علاقه ما تصعد. افتح الباب افتح. من هسه اقول لك مو تخلي راديو على اذاعه مالتكم. لا اخليه على اذاعه مالتكم كلها دين واغاني. شلون دين واغاني؟ اي ساعه يطلعون اغاني ساعه يطلعون دينيات. هم لا راضين ذولي ولا راضين ذولي. بس بابا اذاعتنا اذاعه مجاهدين. اقول لك لا تصيروا المجاهدين براسي. انتم منشور بالفيسبوك على داعش ماعدكم. هسه على اساس اذاعتكم شلون هي؟ هو مذيع واحد حاطيه من الصبح لليل على كل البرامج وتسمع يمه صوت اطفال تقول جايب عائلته وياه للاستوديو. اذن شبي شبي يلا ما عليك. استغفر الله العظيم. اقول لك اشبيك لمسك ضيق؟ قميصي خش بالغسل. وانت ايش دعوه هذا قميصك لابسه سابح بيه؟ هذا كبر بالشر. اي كلكم شر. لا كبر من شريت على الحبل. يمكن امي مخربطه حاطه قميصه بكنتورك وانت ما تصدق شفت لك قميص جديد جئت وبكته. يا جديد هذا؟ وانت من قميصك العقلك كله قديم. امي شلون خربطت بقمصاننا؟ اي والله امي لازم ما تخربط بالقمصان. انت قميصك لو مو ينغسل لو يحطوه بتيزاب ولو شعلوه بالنار هم تبقى ريحته جايفه. انت قميصك من قد الوسخ يسوي حساسيه بالغساله. جيب شوف لك ما ردك تحكي وياي بعد افتهمت؟ ولو انت تفتهم راح تبقى تحكي وياي. بسيطه. البارحه طلعت نتائج الانتخابات. إذا شمينا خبر مزورين وبايقين أصواتنا بس الحج ينطينا أمر إلا نذبحكم. والله بطران شلون عراكة؟ وأنتم من لكم أصوات؟ هو الحجي وأولاده ونسوان أولاده وخمسة لوقية وأنت أول. أقول لك أطلق لحظة أطلق. هذا ترى قميصك اللي لابسه. يدري رجعي يلا كيف أنا. تعالي العقلي هذا وسام وفكره راح يذبحون وانا مره كبيره بعد ما بي حالهم. انا شلون ما اشوف ذولي ولدك قبل ما يموتون نفسهم راح يموتوك انت من القهر. ربي تهديهم وتصلح حالهم وتدليهم على الطريق الصح. فكرة وين فكرة دليني؟ شبيك شبيك يما شبيك؟ يما طلعهم ذولي بالانتخابات فكرة وين؟ وانت شعليك بالانتخابات؟ لك شنو الصوت هذا؟ اسمع حشي نسوان بالبيت. لك حراميه. وسام انت بدي لك انت حراميه. لكم بكت الدوله وبكت الدواهر وبكت الجيعان وهسه جايين على اسواق. واتبعت الوطن وهسه داعيتوا تبيعون ضرايبكم. سام صباح الخير. صباح الخير هلا اخوي. شلونك؟ شلوني؟ بالضيم. وينهم؟ ايش مدريني بيهم؟ سمعت دقة الباب جيت افتح لك الباب وهم من الصبح ما شايفتهم. زين خلنا نشوفهم. اروح حتى انا مالي خلقهم. ما يصير امشي انت وياي. تعال اخوي تعال. يلا. تعال. ماكو احد. هاي شنو؟ وداعتك ابو احمد البارحه واحد يقتل بالثاني.
امشي امشي على فهمك. يلا يلا. شنو ابو احمد؟ شنو؟ شو الدور؟ اعطيني الريموت وين؟ اي هذا. هذا الريموت. شنو؟ فد لحظة، فد لحظة. يا شو تضحك؟ قالت عينك ام سام خير ولدك الزعاطيط الصالحة لأن الكبار الصالحة. لا حضن أدفأ من حضن الأم ولا حضن أوسع من حضن الوطن ولا حضن أقوى من حضن العائلة.